بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد فليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تسجد. أحمدك يا ربي حمد الشاكرين، وأذكرك ذكر العارفين التالين الراكعين الساجدين، وأصلي وسلم على ذاك النبي المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في بيت النبوة، هذا البيت صاحب القدر المنيف والمنزل الشريف الذي تتلى فيه آيات الله والحكمة. أجد نفسي مضطرا حينما أتكلم عن خصال الخير وسلوك القيم الرفيعة والمنيعة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أتكلم عن صفة مهمة لمن يخالط الناس. اليوم حينما تخالط البشر يختبر الله سبحانه وتعالى فيك حلمك وعفوك وتعاملك مع الناس برد الخير للخير أو الإساءة بالإساءة، أو أنت تسمح وتصفح، أو أنت تعاقب وتثرب. لوم وجود هذه الأخلاق البشرية الرديئة لن نعرف منك الأخلاق الحسنة الطيبة الأبدية. لوم وجود البخيل ما عرفنا قيمة الكريم، ولوم وجود الخواف الجبان ما عرفنا قيمة المقدام الشجاع، ولوم وجود ذاك الرجل الذي لا يصدق أبدا ما عرفنا قيمة الصدق. قال وبالضد تتبين الأشياء. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم جهل عليه من جهل، وجاءه من الأعراب بأنواع متعددة من الأخلاق والأخلاط. هذا يختبر حلمه، وهذا يجهل عليه، وهذا يسيء الخطاب معه، وهذا لا ذوق عنده ولا تعامل حسن معه، ومع ذلك لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسه أو رد بأكثر مما رد بإساءة بإساءتين وغير ذلك، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال، فما كان من إثم فعل الذي بدأ أولا. أي أن الإنسان إذا سب أو شتم فلو رد الإساءة بإساءة لا يؤاخذ ما لم يزد على تلك الإساءة بإساءتين وثلاث وعشر وأربع، بعض الناس يردها 50 إساءة بسبب الإساءة الأولى، وهذا كله غير مطلوب من المؤمن. على كل حال، تقول عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل، فقال عليه الصلاة والسلام ائذنوا له بئس أخو العشيرة. هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوبخ هذا الرجل أو أنه سيسمعه كلاما ثقيلا. قالت فدخل الرجل فجلس، فبش النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وقضى حاجته ثم خرج هذا الرجل. فتعجبت رضي الله عنها فقالت يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت، فلما دخل عليك بششت في وجهه ثم إذا ما خرج ودعته. فقال عليه الصلاة والسلام مبين الآن قاعدة، قال يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية وقره الناس اتقاء فحشه، يعني خلوه لا حد يستثيره، لا حد يستخرج ما عنده من سوء الأخلاق والجهالة التي عنده حتى ينتهي هو من نفسه ويذهب فلا يضر ولا يزعج أحدا من الجالسين. هذا يا إخواني يسمى في تعامل البشر اليوم بذوق المدارات، أن تداري الإنسان أيا كان مستواه وهندامه وذوقه حتى تمر هذا الموقف ولا تثرب عليه ولا تنتظر منه شيء. ويختلف هذه المدارات عن المداهنة، والفرق بينهما أن المدارات تكون من أجل كسب الرجل في الدين والدنيا، أما المداهنة فهي التي تكون من أجل كسب الرجل للدنيا وخسارة الدين. تأملت الفرق؟ المدارات تنفع دين ودنيا، المداهنة تنفع في الدين لا، تنفع في الدنيا نعم لكنها في الدين لا تنفع. لذلك ذمها الله في سورة القلم، قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المدارات دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، طالما أن الشريعة محفوظة. ولذلك كانت مصلحة بقاء ذاك الرجل على الإسلام هي التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن وهش بوجهه لا لأنه يستحق، إنما كي يبقى ما عندهم من الإيمان حتى لا يموت كافرا على أسوأ
الأحوال. فاصل قصير ثم نعود وياكم مع بيت النبوة. عودة إليكم من جديد، وبيت النبوة نبلو أخباره ونعرف شيئا من أسراره. جانب مداراة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريده دوما في تعامله مع الناس، ولذلك كان يحب العفو للانتقام، وكان إذا وجد فرصة إلى أن يبطش بمن أمامه إذا أراد أن ينهيهم، لكنه أبدا لا يعهد عليه هذا الأمر قط. دارت الأيام في مكة على التعذيب والتشريد والتقتيل والجوع، وقاس فيها أهل الدين ابتداء ما قاسوا حتى هاجروا من بلاد العرب إلى أثيوبيا، عبروا فيها البحر عبر سفينة. ثم حصل أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة ودارت السنين، ثم فتحت مكة. تخيل الآن أن الأرض التي طرد منها بما يقارب 10 سنوات طريدا مهاجرا، وتوضع المكافأة لمن يجده، اليوم يدخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا وهم يأتون يعتذرون ويصفون أمامه، فيقول عليه الصلاة والسلام وهم يطاطون الرؤوس والذلة والصغار على محياهم: قال معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. أنت يا محمد أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سجن، تعذيب، لم يذكر من هذا أي أمر، فقال: اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو هو أهم ما يطلبه الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. وذاك تلاحظون نحن في رمضان في كل ليلة في الوتر نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انتبه وانتبهي، لا تسأل من ربك سبحانه وتعالى شيء وأنت لم تجربه إطلاقا، ولم ترد أن تجربه، ولن تجربه على الأبد. وهذا غلط، لأن الجزاء من جنس العمل. والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يستر يستر غدا، ومن يحسن يحسن إليه. لاحظ هذه الصفات، كل صفة يكون لك فيها سهم يأتيك بمثلها. لكن تخيل أنك لا تعفو إطلاقا، عسى ما يخطئ في حقك أحد من زميل أو جار أو قريب أو بعيد أو زوج أو ولد، ثم تجد أنك لا تنساها وتعيره بها ما دامت السماوات والأرض، وما دام القلب ينبض والنفس يجري، وتعيره بخطئه. هل تعلم ما هي عقوبة ذلك؟ أنك إذا لم تعفو لن يعفى عنك. نعم، يجب أن تجرب العفو عن كل من أخطأ إليك، وتسامح بعد ذلك، وتصفح عن كل ذلك، ثم بعد ذلك تسأل ربك بكل انشراح وأدب وطيب وأنت مستريح، تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا لم تجرب أنت العفو عن إنسان لربما صدم سيارتك، أو أنه آذاك بكلمة لم يكن يستقصدها وأنت لم تسامح ولم تعفو عنه، ثم تسأل الله على كل ذنوبك وتقصيرك وزللك أن يعفو الله عنك، كيف تستطيع أن تقدم هذا؟ كيف تستطيع أن تطمع بهذا وأنت لم تقدم شيئا منه ولا لحظة عنه؟ لذلك اعفوا أيها الأحبة، وجربوا العفو في حياتكم، جربوه بأوقاتكم، جربوه على فلتات ألسنتكم، في كل ليلة حينما تذهبون إلى فراشكم وإلى وداع ليلتكم سألوا ربكم العفو والعافية. قال ابن عباس، كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عفو يعفو الله تعالى فيه عن ذنبك وخطئك، وعافية يمد الله سبحانه وتعالى فيها من حياتك وعمرك، هي التي تنفعك وترفعك بحول من الله وقوة ومدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم محاسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عني وعنكم سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم بخير وحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.